بص محمد يا فؤاد، انا بجد مش مسامحاك، وانا متشكره ليك لانه الاغنيه انا يعني بقيت اسمعها اهو ومفيش حاجه. وبعدين انا عايزه اقول للساده المشاهدين انه اغنيه ممكن تكسر البني ادم من جوه، تحسينه بحزن شديد. زمان انا كانت الاغنيه دي لما كانت بتشتغل كنت مش بحس بالضعف ده ولا بالحزن ده ولا بكسره القلب دي، لكن انا كبرت في السن. انا بعترف ان انا بكبر مش بصغر. كل ما اكبر كل ما مشاعري بتضعف، وانا بحب ولادي بيوحشوني وعايشة من غيرهم، ودايما بحلم اني اشوفهم وببقى سعيدة لما بشوفهم. بس محمد بجد مش مسامحك لانك اتكيت على الحتة دي وخليتني ان دموعي تنزل، بس مش هو ده الصح. يعني زعلانة منك، و انا مدربة نفسي اهو، الاغنية تشتغل ومش حاجة. هي كلماتها صعبة للمفتقد بني آدم، هي كلمات الأغنية يا جماعة صعبة. الكوبليه ده فعلا أنا لما بيوحشوني ولادي أنا بروح على صورهم وبشوفها عشان تصبرني، وأنا ولادي مش عايشين معايا من صغرهم، كل واحد عايش في بلد. انا كبرت، انا عرفت دلوقتي ان انا كبرت لاني بقيت مشاعري ما بتتحملش، بيوحشوني اكتر من الاول وبشتاق لهم اكتر من الاول ونفسي اعيش معاهم اكتر من الاول. فانا بتاسف كمان لاولادي انه شافوا دموعي، وبرضه مش مسامحيك ولا مسامحة كل واحد في البرنامج ساعد محمد فؤاد ان يعمل معايا كده. بجد انا لولا ان انا بحترم المحطة دي كنت سبت المحطة من اللي عملته فيا، وكان المفروض ان انا ما كملتش الحلقة، بس برضه احتراما للمحطة اللي انا فيها انا كملت الحلقة.